كل اللي حصل ان حماه كلمني في التليفون يوم الخميس الماضي قال لي يا كابتن احنا زملكاوية وامام عايزينه يرجع الزمالك والولد مش عايز يرجع تاني للدنمارك والقصة يعني اللي انتوا كلكم سمعتوها. فقلت له ما فيش اي مشكلة. كلمت امام ما ردش عليا وبعد كده كلمني بعديها بشوية. قلت له يا ابني انت عايز تعمل ايه؟ قول لي انت عايز تعمل ايه؟ قال لي يا كابتن انا عندي عروض، انا مش عايز ارجع الدنمارك وعندي عروض من انديه كتيره بره جوه مصر وبره مصر. قلت له طيب انت عايز تعمل ايه؟ ده السؤال، انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تيجي الزمالك؟ قول لي انت عايز تعمل ايه عشان اعرف امشي في الطريق معاك ازاي؟ انت عايز تعمل ايه؟ الولد رد عليا قال لي يا كابتن انا بقول لحضرتك انا عندي عروض من اكتر من نادي جوه مصر وبره مصر، ولو نادي الزمالك عايزني لازم ان هو يعني يتكلم مع النادي بتاعي، وانا بقول لك بكل صراحه كابتن ميدو ان احسن عرض ليا واحسن طريق ليا انا هاخده بالظبط كده، وحياه اولادي وحياه عيالي هو ده المناقشه اللي ما بيني وما بينه. قلت له اسمع يا امام انا بحبك جدا، انت اخ صغير ليا، انا بقول لك ان احنا الخناقة دي مش داخلنا والجيم ده مش هنخشه الا لما نتأكد ان انت مش عايز تلعب لاي نادي تاني الا نادي الزمالك، وان انت هتخطر ناديك بمكاتبات رسمية زي ما انت اخترتهم ان انت مش هترجع الدنمارك، ان انت مش هتلعب في اي حتة الا في الزمالك، مدلنا ايديك وشوف احنا هنعمل ايه، تعال لنا خطوة واحنا هنجيلك 10 خطوات بس لازم الخطوة دي تبدأ من عندك. من امبارح العصر امام عاشور بيعمل حاجة غريبة جدا، انا معرفش هي حاجة يعني هو بيعمل كده ليه، بيكلم ناس في نادي الزمالك وبيكلم ناس مسؤولين في نادي بيراميدز بيقول لهم لو انتوا يعني انا مستعد اجي الزمالك باي رقم بالرقم اللي انتوا تقولوا عليه، انا مستعد اجي الزمالك بس انتوا تحركوا. فانا يعني برضو احنا مش يعني مش صغيرين وعارفين يعني كويس قوي ممكن يكون لعيب بيقول الكلام ده ليه يعني، فاتحركت واتاكدت من الدنمارك مش من مصر ان اللعيب من 4 ايام وقع رسميا في النادي الاهلي. طيب انت عم بيعمل الكلام ده ليه؟ مش عارف، هل هو عنده يعني حاجه نفسيه ان هو عايز يحسس نفسه ويحسس الناس اللي حواليه ان كل الناس بتجري وراه؟ احنا حبيبي مش هنخش في الخناقه دي، احنا نادي الزمالك، نادي الزمالك محدش بيعرف يلعب بيه، محدش عارف يلعب بينا، لان احنا من الاخر كلنا صيع كوره وعارفين كويس قوي ايه اللعيبه دي ممكن تبقى بتفكر في ايه وعايزه تثبت ايه للناس وعايزه تثبت ايه لنفسها. انا مقدر غضب وحزن بعض من جمهور الزمالك اللي زعلان ان هو يشوف امام عاشور لابس فانيله الاهلي، وهنا مش هخش بقى في حته الفيديو اللي عمله ومبادئ الاهلي والكلام ده كله لان دي مش قصتي.